السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل أعزائنا المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج صقد النجوم، أهلا بيكم في سهرة جديدة. طبعا الخميس متعودين نطلع كل جمعة معاكم، ولكن النهاردة كان الوضع مختلف شوية، قلنا نطلع بقى بنغير من الخميس للجمعة، ولكن برضو تعتبر إحنا النهاردة الجمعة يعني. بحييكم طبعا إن شاء الله النهاردة بإذن الله حلقة هتكون مثيرة جدا ومفيدة جدا وقوية جدا كمان. اتمناها كده طبعا ان شاء الله باذن الله. وردود الافعال اللي بنشوفها على السوشيال ميديا بعد الحلقه بصراحه حاجه تفرح جدا، حتى لو في انتقاد احنا الانتقاد ده بيريحنا وبيريح اعصابنا لانه اكيد بنستفيد منه. النهارده ان شاء الله هيبقى معانا ضيوف مختلفين وحاجه جديده مختلفه هنرحب بيهم طبعا، ولكن قبل الترحيب عايز بس اقول كلمه بدايه كده في اول الحلقه، لان النهارده يعني تقريبا قبل الهوا مفيش بدقايق بسيطه احد الضيوف قال لي احنا عايزين نتكلم على حاجات مهمه جدا ونبطل بقى موضوع الاسطوانة اللي هي أي حاجة بتحصل سلبية بنعدي ونتكلم فيها والدنيا بتعدي. مش عايز أخد بس فريق الإعداد اللي جوه عشان ما يقولكش ده هيتكلم في حاجات تضيع الدنيا، لا لا خالص خالص. أنا دايما بتكلم في القضايا اللي نقدر نحلها مع بعض، القضايا المهمة اللي نقدر إحنا نحاول بقدر الإمكان نلاقي لها حلول حتى لو بسيطة. الحلول اللي هي في واقع الخيال مش هتتحقق، لأن هي في الطبع أصلا هي خيال فمش هتحقق. ولكن احد الضيوف قال لي لا، عايزين نتكلم بجد بجد عن الاصلاحات في الرياضه المصريه، ونتكلم عن المشاكل الكتير اللي بتحصل في الرياضه المصريه. طبعا لو فتحنا الباب ده مش هيخلص، لان هي الرياضه المصريه مش اهلي وزمالك بس، الرياضه المصريه هي قطاعات ناشئين، قطاعات براعم، وفريق اول، ومنتخبات، وانديه، ومسابقات، موضوع كبير قوي. كل باب من دول محتاج حلقات، مش محتاج حلقه واحده. وطبعا انا من ضمن الناس، مش هقول يعني اوائل الناس، من ضمن الناس اللي دايما صوتي راح على قضايا كتير اتكلمت فيها. وهو تقريبا يعني في اعلام معين، هو الاعلام ده مهما تقول ومهما تنفخ في القربه لغايه ما تفرقع مفيش حاجه بتتغير. وفي اعلام تاني من قبل ما يتكلم ومن قبل ما يطلع يقول الموضوع خلص، ولكن في الاتجاه المعاكس وليس في الاتجاه اللي احنا عايزينه. في حاجات كتير قوي ترددت في الاعلام الفتره اللي فاتت، وكان اهم قضيه كان محمد صلاح اللي هيفضل طول عمره ايقونه، وليس مصريه ولا محليه، ولكن ايقونه عالميه، وكلنا بنفتخر بده. ولكن كل قطاعات الناشئين في مصر واولياء الامور خدوا الموضوع سلبي، كل ولي امر وكل ولد صغير بقى عايز يبقى محمد صلاح. وده يمكن من احد الاسباب اللي خلت الكوره تمشي في المسار الخطا، لان احنا ما بقاش عندنا مواهب للأسف الشديد، اندثرت وراحت، إذا كانت أندية وإذا كانت بقى اختبارات وإذا كانت استثمار رياضي وإذا كان حاجات كتير جدا للأسف الشديد. محمد صلاح الفترة اللي فاتت واللي اتحط له أرقام كبيرة جدا جدا، أنا هقول لحضرتكم بس على نقطة صغيرة، ويمكن كان من ضمن الناس اللي نزلت على الفيسبوك إن محمد صلاح رايح فعلا اتحاد جدة، وكان الموضوع شبه خلصان. المبالغ الكبيرة اللي اتحطت في محمد صلاح دي هي ليست فقط لأن محمد صلاح ده لعيب جامد قوي أو لعيب مفيش منه، لا، الموضوع مش كده خالص. هو السعودية اتجاهها الصحيح دلوقتي، وانا بقول لحضرتكم الصحيح، سيبوكوا بقى من موضوع الملايين الكبيرة جدا جدا والاموال الطائلة اللي بتندفع دي، ناس بتفكر وعندها هدف هتحققه وهتوصل بيه ليه؟ عشان في هدف عايزة تحققه، مش بس ان هي عايزة تتقدم فبتعمل بنية تحتية وخلاص، لا، ده في هدف معين. فهيتصرف اموال كبيرة عشان تجيب لعيبة. لما كريستيانو رونالدو جه واتكلمنا عليه قالوا ده الراجل خلاص، ده هيخلص، ده بقاله سنه ومخلص وبتاع، وخدوه كريستيانو مجرد ما حط رجله في الاراضي السعوديه كل النجوم جت وكل الناس جت ودفعت اموال طائله. السعوديه بتاخد مسار كبير قوي قوي قوي، اذا كانت من حيث الحته الدينيه، هم بسم الله ما شاء الله من قديم الازل هم طبعا عشان الحرم موجود ومسجد النبي عليه الصلاه والسلام موجود والحاجات دي كلها، ودي عملت اقبال كبير جدا جدا للمسلمين في السعوديه، ده شق خلاص مقفول. الفن دخلوا فيه دخلة يمكن أوروبا ما عملتهاش، استقطبوا كل الناس، أوروبيين، فنانين، مش عارف إيه، دخلوا في موضوع كبير جدا جدا. الاستثمار العقاري اشتغلوا على شغل هيعملوا العاصمة الإدارية عندهم حاجة جديدة في السعودية، قصة تانية خالص. الرياضة موضوع وانفتاح هيعدوا قطر بمراحل، هم طلبوا دلوقتي إن يتعمل عندهم كأس العالم مرتين ورا بعض مش مرة واحدة، وطلبوا كمان إن السعودية بس تعمله لوحدها، مفيش دولة تانية هتخش، دي قوة. السعودية بتفكر لأن الفترة اللي جاية النفط كده كده أوكي خلاص هيبقى عندها وقت وينتهي، وده طبيعي، مش هيفضلوا على طول شغالين على النفط. طب يعملوا إيه؟ يفكروا في اللي جاي بعد النفط ما يخلص، الاتجاه الرياضي والفني والمعماري،
لازم يشغلوا نفسهم. دلوقتي معاهم فلوس كتير، عايزين الفلوس دي هتيجي وقتها وتخلص، ما اكيد كل حاجه بتخلص، ولكن بيفكروا بعد كده يستثمروا ازاي. الرياضه هي اسمى حاجه وهي حاجه جامده جدا، واعتقد ان اللي اتعرض لصلاح السنه دي مش هيتعرض السنه الجايه. السن بيكبر والعمر بيكبر وخلاص، الموضوع هو هدفه كله تحقيق الكره الذهبيه، ولكن اعتقد اوروبا ليها اتجاه تاني خالص. حتى لو صلاح ده اعظم لاعب في العالم، في حاجات معينه بتحصل في اوروبا ما بيوصلش فيها لعيب عربي ان ياخد الكره الذهبيه، ولكن اتمنى ان يبقى فيه الكره الذهبيه. في فاصل بس بسيط حتى لحضراتكم، وارحب بقى بضيوفي. اول مره اجمع ما بين الرياضه والسياسه، وضيوف جامدين جدا، وهنفتح في الرياضه بكلام جامد قوي وسياسي على ارض الواقع بقى، مش السياسه اللي هي كلام وشعارات بيتحط. فاصل بسيط، هنطلع كده لاحد الحضانات اللي بتتفتح جديده جدا في الشرقيه، وحاجه بقى يابانيه على الطراز الجديد. فاصل بسيط وارجع مع حضراتكم، ارحب بضيوفي الكرام. قليل يا عيني يا عيني ليه يا 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 عين يا ليل يا عين يا ليل رايق لو من عليا لو حرب جاية والله ما اتضايق هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو عليا كده لايق مترسق والانبساط لازق لي لزقة ده ما صدق ليه مزنزق جاي النحلي لو حتى كل الدنيا بيتحدى ايه اليوم الحلو ده الحلوة دي يملع العين ليلة جاي محلون وحدي متدلع هنولع الدنيا رأس ما خلص يا نحس بتودع في شياكة بأدائي راسي والوش بتلاجة تلاجة أعصابي باردة ومش شاغلني ولا حاجة إيه اليوم الحلو ده إيه الناس الحلوة دي إيه اليوم الحلو ده وإيه الناس الحلوة دي طبعا بعد الفاصل. على فكره الفاصل ده بس هقول كلمه سريعه عن الحضانه دي. الحضانه دي انا لقيتها على الفيس موجوده ودخلت وشفتها كده وبصيت عليها، شدني بس موضوع حضانه يابانيه ده اللي شدني، فقلت اشوف الناس دي وبتاع وتواصلت معاهم، لقيت فكرهم جميل جدا. هي في الحسينيه الشرقيه، فلقيت فكرهم جميل جدا وناس بتفتكر وبتشتغل على نفسها من 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 وحي التعليم بقى، التعليم اللي هو الحقيقي فعلا، وان ازاي حاجه تطوير ياباني ولغه يابانيه ومش عارف ايه وزي وحاجات كده معينه شادين انتباههم. انا لو قلت لهم بعد اذنكم هسال لكم الحاجه دي لان هي عجبتني شخصيا، واحنا بنساعد اي حد بيبدا يطور في اي حاجه في شغل، انا تحت امركم طبعا. رحب بضيفي طبعا، ولاول مره يبقى عندنا حاجه سياسيه ورياضيه. انا بيعجبني كل واحد نجم في مجاله، مش لازم يكون رياضه بس، اي مجال عمل، حتى لو انت فاتح ورشه عجلاتي، حتى اي حاجه مش بقل من الورشه العجلاتي، لا بالعكس درسنا طبعا كلهم الناس دي والناس كلها بتجتهد، ولكن المميز في في في, في مكانه لازم يبان قدام المجتمع، بدل ما بنبين الكلام الهلس والطرب وتلوث السمع والحاجات اللي هي فعلا للاسف الشديد خدت الترند في مصر بشكل كبير، نطلع بقى عندنا الترندات بقى باسماء كبيره جدا. يسعدني ويشرفني اليوم ان يكون في حلقه برنامج صائد النجوم رجل الأعمال المعروف والشهير، وكمان اللي بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا جدا وبيشغل منصب مهم جدا جدا جدا، المهندس محمد الهواري.
اهلا وسهلا بيك باشمهندس محمد الهواري، طبعا الامين العام لحزب حماه الوطن وامانه حلوان. طبعا اهلا وسهلا بيك، واكيد حلوان كسبت شخصيه كبيره. ربنا يبارك ساعتك، ربنا يخليك. ده احنا اللي بنتشرف ان احنا من حلوان. لا والله حلوان بلد عظيم، والشرف لاي حد ان هو يبقى من قاطني حلوان ومن عائلات حلوان. طبعا شرف كبير جدا جدا، يعني ان يبقى عندنا ممثل سياسي، ولو حتى في البدايات، ولكن كمان عنده خبرة في الريادة العملية، وان هو بقى عنده خبرة كمان دراسية. انت عارف ان معظم الحاجات اللي موجودة دلوقتي للأسف الشديد بنتفاجئ ان يعني الناس بتشتري شهادات عشان تشغل مناصب معينة، ولكن وجود الخبرات طبعا والشهادات والتعليم دي مهمة جدا جدا. طبعا النهاردة كمان قلنا بقى مش هيبقى الموضوع سياسي بحت، ولكن الرياضة هي في برنامج صوت النجوم بتاخد وقت كبير جدا جدا. طبعا الضيف، مش هقول ضيف لانه يعتبر صاحب برنامج وعلى طول بقى متواجد معايا سواء بقى على السوشيال ميديا ولا في برنامج، كابتن محمود سالم، ايضا نجم حلوان ونجم نادي المقاولين العرب الاسبق ولاعب كبير جدا جدا في عصره الذهبي. كابتن محمود سالم اهلا وسهلا بيك. اهلا بك كابتن حاتم. كابتن محمود سالم طبعا عايز اقول ان هو كان مرشح لمجلس النواب الفتره السابقه ولم يحالفه الحظ، ولكن هو الراجل مش بيدور على منصب سياسي على قد ما بيدور على اي باب للتطوير. وبالمناسبه هو الضيف اللي قال لي عايز اكسر الدنيا النهارده ونشوف اصلاح للكره المصريه، هو كان الكابتن محمود سالم. اهلا بك كابتن حاتم، برحب بيك والله يا كابتن محمود، وشرف كبير ليا انكم بتدور معايا. الشرف لينا يا فندم. الشرف حبيبي. طب دايما انا ببدا باليمين بقى، انا في الرياضه بس دايما انا ببدا باليمين. طبعا الاول انا اعرفك شخصيا، ولكن الساده المشاهدين عايزين يعرفوا مين هو المهندس محمد الهواري. انا المهندس محمد الهواري، الامين العام لحزب حماه الوطن امانه حلوان، وده شرف كبير وشرف عظيم ليا ان انا بنتمي لهذا الكيان المحترم اللي بتقوده ناس محترمه، وكيان بجد. انا لما دعيت للمنصب ده وقعدت مع القيادات لقيت فعلا ناس عايزه تقف وتنهض بالبلد، ناس عايزه تقف جنب المجتمع بشكل كامل، ودي يمكن الحاجه الوحيده اللي خلتني انا اقبل على الخطوه دي، مع ان انا كنت واخد قرار نهائي ان انا مش هقود العمليه السياسيه مره اخرى. بس الحمد لله يعني لما قعدت مع الناس لقيت ناس بجد تشجعك على كل حاجه، وده كان ظاهر في اولى الخطوات بتاعتنا من بدايه الافتتاح بتاعنا. والحمد لله رب العالمين احنا بنسعى ان احنا نحاول نصدر ده على الارض، طبعا عشان بعض الناس من الفترات السابقة عندها عبث سياسي شوية، فبنحاول ان احنا نصدر المشهد الحقيقي للسياسة الواقعي، مش السياسة اللي البعض الناس بتعرفها. لا السياسة خلي بالك عشان انت كلمتين اللي انت قلتهم دول هيبقى فيهم سؤالين جامدين قوي. انت اعتزلت الحتة السياسية فترة او قلت هبتعد وخدت قرار. تمام. كويس. معنى كده ان انت كنت شايف ان المواضيع فيها سلبيات كتير، خلينا نكون واقعيين. في ناس بقى قالت لك لا ده الموضوع مختلف كذا 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 كذا. طب هل انت فعلا خلاص خدت الثقه في الحته دي وهتشتغل على هذا؟ لان انت اكيد هتسال، انت ممكن تبقى في وش المجتمع نفسه، انت عارف ان بعض القيادات بتبقى ما حدش يشوفها، ما حدش يقابلها. تمام. صعب ان احنا نقابلها، صعب ان احنا نكلمها، صعب نطلب حاجه وتتحقق على ارض الواقع. فدايما اللي بيبقى في وش المدفع محمد بيه بيبقى هو دايما اللي حته المصداقيه لازم تكون عنده واضحه، لازم تكون باينه للناس. احنا دي يمكن من الحاجات اللي انا كنت مركز عليها. انا في البدايات طبعا من خبراتنا في الكارير ده بتقابلنا معوقات وبتقابلنا مشاكل، فمن المشاكل والمواقف دي بنقدر نشوف احنا في انهي حته بالظبط. طب احنا طبعا من اول يعني اعلنا عن حضرتك المداخلات طبعا مش هتسيبنا النهارده، معانا مداخله هامه جدا. معانا مين؟ الأستاذ محمد علوة. الأستاذ محمد علوة طبعا ده شخصية من الشخصيات، طبعا أمين التواصل الشعبي والعمل الجماهيري، طبعا أمانة القاهرة وحزب حماة الوطن، الشخصيات الجميلة جدا جدا واللي معروف على الأرض السياسية بشكل كبير. محمد بيه أهلا وسهلا بيك. ألو ألو محمد بيه، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وعلى ضيوفك الكرام. اهلا بيك، وطبعا ده شرف طبعا، واكيد انت سهران بقى النهارده علشان تتفرج على الحلقه طبعا من ساعه ما اعلنا على وجود شخصيه كبيره المهندس محمد الهواري، وحضرتك طبعا اكيد متابع الحدث، فبنرحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، ويمكن زي ما بيقولوا كده قصائد، وانت واخدها بقى كمهنه قصائد، ما اعرفش الطعم اللي انت يعني ايه بتسيب بيه النجوم بتوعك، اكيد هو طعم المحبه. لا بص يا فندم انا عارف ان حضرتك عندك طعم المحبه.
حضرتك عندك لواقة جامدة جدا، وطبعا ما بتتحطوش في الأماكن دي غير لما طبعا بيبقى شخصيات كبيرة جدا جدا على أرض الواقع. برحب بيك، وكلمني طبعا النهاردة على حزب حماة وطن. حماة الوطن الشكل كبير، الشكل اللي داخلين فيه بشكل كبير دلوقتي، واستقطابكم لبعض الشخصيات والأسماء الكبيرة سواء سياسيا أو رياضيا مجتمعيا بشكل كبير على أرض الواقع، اتجاهكم وكمان انتوا عشان في إعلان عن دورة رياضية بتتعمل الفترة دي، ليه الاتجاه للرياضة بقى بشكل كبير دلوقتي زي ما شفنا بأحزاب أخرى وليها أندية زي مستقبل الوطن وزي حاجات تانية؟ شايفين انتوا الاتجاه ليكم للرياضة بشكل عام؟ والله يا فندم اول حاجه طبعا برحب بالمداخله الجميله مع حضرتك، برحب بضيوف حضرتك الباشمهندس محمد زهواري وكابتن محمود سالم. محمود سالم طبعا انا طبعا غني عن التعريف. يمكن خلاص بقى معلوم لدى الجميع ان حزب حماة الوطن بقى فيه اسم مقترن بالاسم حزب حماة الوطن، هو حزب كل المصريين. تملي يمكن باسلوب بحثي او بعصر ذهني، القيادات في الحزب عندنا بتحاول تشوف ايه اكبر قدر ممكن يشغل المواطن المصري واهتمامه. الفتره الاخيره الهوس بتاع الارقام الفلكيه بتاع الاحتراف وما شابه ذلك خلى جزء كبير من الشعب المصري مهتم برياضه كره القدم بس للاسف. تمام صح، ابتدى يبقى في مدارس خاصه، ابتدى يبقى انما بالنسبه للحزب وان هو يدعم السياسيه طبعا طالبا وقالبا شايفين متغيرات، اللي بقى الرياضه بقى جزء اساسي من الامانات النوعيه. انت في فصل بين امانه الشباب وعندنا ممارسه حقوق سياسيه تبدا من اول ما يتم الشخص 18 سنه بالنسبه للولد او للبنت، انما بالنسبه للشؤون الرياضيه بقى ليها امانه منفصله خالص. حتى كمان بقى الموضوع هل هو بالنسبه للانسان السوي او بالنسبه لذوي اليمن اللي هم قانون باختلاف، فاصبح موضوع الرياضه. احنا مرينا بظروف كورونا وشفنا قد ايه الشخص اللي كان بيمارس رياضه كمكونات جسميه صحيه بقى يعني عنده مناعه او حصانه، او حتى كمان بالنسبه للادمان الفتره اللي بقى فيها مش هنضحك على بعض، في جزء كبير من شباب ادمان بقى جزء من المعالجه الصحيه. انما طبعا بالنسبه للاستثمار والاقتصاد بقى في منحى ثاني خالص، وادينا شفنا تنظيم البطولات العالميه مش كسر كرة القدم بس، وبقى السياحه الرياضيه محمد بين. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت بسم الله ما شاء الله الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام مهم جدا وكلام علمي، بس انا فعلا يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ما بنشوفهوش او ما كناش بنشوفه في الاحزاب عامه. انت بتتكلم على اسلوب تغذيه، بتتكلم على اسلوب وعي طبي ورياضي، بتتكلم على حاجات معينه المفروض يبقى حتى الاحزاب دي يبقى في محاضرات للجماهير، يبقى في محاضرات. يعني بتتكلم على حاجات مهمه جدا، انت بتتكلم على استثمار رياضي وبتتكلم على حاجات ما بتتقالش يمكن حتى في الاعلام. طب انتوا ليه ما بيحصلش الكلام ده وبيحصل محاضرات مجتمعيه للناس على ارض الواقع؟ ما بينزلوش ليه الانديه ومراكز الشباب تعملوا ده على ارض الواقع وتقدروا حتى يبقى فيها جذب كويس للحزب بشكل كبير، لان انتوا ناس فاهمين بتعملوا ايه؟ لا يمكن للاسف عشان ما يبقاش في لغط طبعا بالنسبه للانتشار الحزب فيما يخص الشان الرياضي، فاكبر مثال مع حضرتك الباشمهندس محمد هواري هو امين قسم في امانه القاهره، هو اللي يقول بقى لحضرتك يعني قد ايه بالنسبه لكمال الاجسام او بالنسبه للمصارعه وكابتن محمد صلاح، وقد ايه الشؤون الرياضيه عنده في القسم كامانه نوعيه موجوده عنده في القسم، وده قسم فرعي في حاجه و40 قسم في امانه القاهره. تمام. حضرتك بقى على عموم مستوى الجمهوريه، لا طبعا فيما يخص بقى مشاركه الرياضه او ممارسه الرياضه عن طريق حزبي، اولا الحزب ما بياخدش اي تمييز عن اي حزب تاني داخل اي كيان رياضي. ما بياخدش اي تمييز عن اي كيان رياضي، لازم كل الاحزاب كلها تكون على مسافه واحده، بل بالعكس ان الشان الرياضي بيمارس في الحزب بشكل حرفي اكتر يساعد الشباب والرياضه بقى. يعني ايه يا فندم؟ يعني ايه يا فندم حضرتك بتقول لي ما اقدرش اتخطى الاحزاب الثانيه؟ يعني مش فاهمها دي. يعني حضرتك دلوقتي لو انت مميز في حته معينه في الحته الرياضيه وهتتخطى الاحزاب الثانيه، مش حضرتك بتتخطاها للصالح العام ولا انت بتتخطاها؟ دي ما ينفعش، يعني مش فاهم برضه. انا اقدر اخد ده رعايه يا فندم، يعني ما ينفعش ان انا اعمل ايفنت او حدث او بطوله دخل مؤسسه رياضيه تابعه لوزاره الشباب او حكوميه بانفراد باسم حزب حماة الوطن، ده ما ينفعش. ده بالنسبه للنص عليه اللائحه اللي قامت بيها انشاء الاحزاب.
تمام اوكي. لان في قانون منظم للاحزاب ان ده ما يتمارس، بالتالي يبقى انا من حقي ان انا امارس الحياه السياسيه جوه الحرم الجامعي. اوكي فهمت. نظرا لبعض الافكار الثانيه احنا بنفصل المؤسسات الحكوميه عن المؤسسات الحزبيه. تمام. عن الكيان الحزبي. تمام. انما طبعا بالنسبه فيما يخص الشان الرياضي، لا في اهتمام ومعمول برنامج ومعمول كورسات ومعمول دورات تدريبيه ازاي حتى كمان بالنسبه للشخص المتعافي بالادمان او بالنسبه للشغل الطبيعي اللي هو عايز يعني بدايه النظام او بدايه اعداد الجسم، حتى كمان بيساعد على المذاكره. يعني احنا بنعاني دلوقتي ان في امراض السمنه، امراض السمنه كلها دي حاجات رياضيه. فبص الاقي ان في شغل مشترك بين امانديل، بين الشؤون الصحيه وبين الشؤون الرياضيه وبين اماندي الشباب. الموضوع كبير، الموضوع كبير، هياخد من وقت كبير جدا. محمد بيه، هو المشكله اللي حضرتك بتتكلم فيها يعني انا بصراحه عاجبني قوي الحوار يعني، بس انا كده هنسجم مع حضرتك في مداخله، احنا عايزينه في حلقه وهنسى الضيوف. احنا انت لازم لك حلقات يعني، حتى انت لو مش فاضي احنا نيجي مكتب حضرتك ونقعد نتكلم، لان احنا فعلا انا شخصيا هستفيد من حاجه بتتكلم فيه في الجزء الرياضي ده. حاجه بسم الله ما شاء الله بتتكلم، او حضرتك ده يعني استاذ جامعه في الجامعه مثلا درس رياضه. انا عايز اقول لحضرتك الحمد لله فعلا بجد توجيهات القياده السياسيه والقيادات الحزبيه والهيئه البرلمانيه عندنا والامانه المركزيه امانه القاهره، عايز اقول لحضرتك ان في اهتمام، ان فعلا كل ما يشغل اطياف المجتمع بمختلف فئاتها كويس، سواء العمريه او حتى المجتمعيه او حتى الاقتصاديه، لا هو فعلا بالفعل احنا دلوقتي على ارض الواقع احنا حزب كل المصريين، حزب حماه الوطن. انا بشكر طبعا، مش هدور عليك في المداخله، بشكر حضرتك على المداخله الجميله. اشكرك يا فندم، اشكرك، بشكر ضيوفك الكرام، اشكرك، وربنا يعين بقى صائد النجوم. حبيبي لا حضرتك، ده حضرتك خلصت الحلقه واحنا مش هنلاقي حاجه نتكلم فيها. بشكرك شكرا جزيلا محمد بيعلوه طبعا على المداخله الجميله، واللي اسرى بيها طبعا المقدمه بتاعت البرنامج بشكل كبير جدا استفدت بيها. لا ده احنا يعني في تغيير للاحزاب، كده في تغيير، كده في تغيير. لا عجبني جدا الكلام، وكلام مهم جدا. محمد بيعلي هو طبعا غني عن التعريف، حد محترم قوي برضه. انا بشكره من برنامج حضرتك، لاني في الفترات الاولى من بدايه تجهيز لافتتاح مقر امانه حلوان كان الراجل معانا قلبا وقالبا وماشي ستيب باي ستيب ومتابعات وتجهيزات. فكان عملنا يوم عظيم الحمد لله، وبنتشرف بيه لغايه دلوقتي. هو من احد النجوم اليوم ده، لان هو بجد يعني لو كان في دور اول فالدور الاول للاستاذ محمد عليوة. انا مش بجمل في شخصه او حاجه، لكن هو يستحق ذلك، وهو يعني على المستوى الحزب معروف مين الاستاذ محمد عليوة. ما شاء الله، احنا شرف كبير مداخلته لنا النهارده. انا شرفت بيه بصراحه شخصيا، شرفت بيه شخصيه جميله ومتكلم وعارف بيقول بصراحه. كابتن محمود سالم بقى، نفتح بقى شويه، انا بحب انت عارف المشاكل وبحب الحاجات اللي هي الجامده بتاعت الكره دي. الاصلاح الرياضي انت قلتها، ابدا منين معاك في الاصلاح الرياضي عشان البوابات كتيره قوي؟ مبدئيا احنا هناخد من اخر كلمه قالها الاستاذ محمد، القياده السياسيه، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول يوم جه على رأس مصر أعلن عن برنامج رئاسي بالنسبة للشباب. تمام. أنا عارف إن أنت عارف إنت ما شاء الله متواجد على طول في حوارات الحوار الوطني. أنا كنت خريج البرنامج السياسي، زائد إن أنت الراجل اهتم بالرياضة واهتم بالشباب. عمل أكتر من 7 مؤتمرات شباب، عمل أكتر من 4 منتديات شباب عالم، حضر فيها أكتر من 170 دولة على مستوى العالم، عرض فيها التجربة المصرية الجديدة وإزاي طور البلد وإزاي رفع كفاءة المواطن المصري. تمام. أفيش رفع كفاءة للمواطن إلا برفع كفاءته الجسمانية، زي ما بتبني الجسور وبتبني الطرق وبتبني الكباري وبتبني المباني، لازم يكون في شخص هيعرف يستخدم المنشآت. أكيد في البناء الشخص دوت، أكيد ده موضوع كبير. موضوع كبير. فخامة الرئيس مهتم جدا بهذه النوعية من المواضيع، وفي تعليمات وتوجهات سيادية بالاهتمام بالنواحي الشبابية دي بالذات. طيب تمام. خاصة الرياضة. ماشي. أما عن المعوقات اللي موجودة فهي كتيرة. دي في معوقات موروثة بقى لها سنين. أوكي. وفي حاجات مستحدثة ومش عارفين نتخلص منها. نتكلم بصفة خاصة على كرة القدم. أيوه. إحنا عندنا مشكلتين. مشكلتين مشكلة فنية بس. اللي هي هنقول فيها إدارية ومشكلة فنية، دول اللي ظاهرين على الساحة دلوقتي. انت عارف حضرتك ان في ماتش بكرة بين مصر واثيوبيا. والله ما اعرف غير انا عارف ان هو بس عارف التاريخ. لا، ده دليل هو على هو بكرة ان شاء الله. ده دليل على ان اكيد الماتش مش مهم قوي
فتلاقي السوشيال ميديا مش بتتكلم عليه قوي. تمام. واخد بالك ازاي؟ كمان عشان محمد صلاح مش حاضر الماتش فتقريبا نص النص هو الموضوع تقريباً. الموضوع بتاع الكوره خد الناس في اتجاه تاني خالص بعد تنظيم قطر لكاس العالم. تمام. والطفره الكبيره اللي احنا شايفينها في المملكه العربيه السعوديه بالظبط اصبح في غيره في الشارع المصري. الشارع المصري بيغلي لان المفروض ان مصر الكبيره مصر الام لكل الدول العربيه. كابتن محمود مصر كبيره بكل حاجه، مصر كبيره ثروه بشريه، مصر كبيره تعداد سكاني، مصر كبيره بوجودها على الارض اصلا من قديم الازل، مصر كبيره بحاجات كتير قوي. تمام. احنا بنتكلم بقى في حاجات بسيطه قوي دلوقتي. المواطن المصري اللي بيقعد يتفرج على الماتشات العاديه سواء الماتشات دي عالميه في الدوري الانجليزي او الاسباني او الفرنساوي او ماتشات حتى في الدوري العربي سواء في الامارات او في السعوديه او اي دوله خليجيه. تمام. في مستوى عالي جدا للارضيات والاستادات اللي موجوده. احنا كان حصل طفره كبيره جدا في مستوى الملاعب في الفتره دي قبل ما ننظم بطوله افريقيا. والملاعب شفناها كانت عالميه. ضعف الصيانه وضعف الاجراءات المتبعه لرفع كفاءه الملاعب ادت لان الملاعب نشوفها بالحاله اللي احنا. تمام. الحاله الثانيه اللي هي برضو تعتبر اداريه وانا بوجه يعني من خلال برنامج حضرتك الجميل ده بوجه المسؤولين يا كابتن حاتم على التصوير التلفزيوني. هناك فرق شاسع ما بين التصوير للدوري المصري والدوريات حتى العربيه المثيله اللي احنا بنقول عليها ان هي دوريات مماثله لينا ان ما كانش احنا دوريات تبقى اقوى. في بقى عندنا مشاكل فنيه في بعض المراكز وخاصه مركز حراسه المرمى. اللي احنا في صدد تنظيم دورة هيبقى محاضر فيها مجموعة كبيرة من الخبراء على رأسهم كابتن إبراهيم رياض وان المهندس محمد الهواري اول ما عرضت عليه الفكرة. انا عايز اتكلم فيها بقى كابتن محمود حاجة مهمة جدا وهي انه اتجاه السياسة دلوقتي هخش طبعا هتكلم معاها مع مهندس محمد ولكن قبليها عايز انت بتقول دورات الدورات كتير قوي بقت في مصر وبقى دلوقتي كل مدرب خلص كوره وشطب والدنيا تمام وبتاع وكده بقى بيعمل دوره. هل الدورات دي بصراحه يعني هي بتفيد الناس بتفيد الـ 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 الحراس او المدربين او الكلام ده كله؟ انا بلاقي عدد الدورات بقت اكتر من مش عارف من الحاجه العاديه اليوميه. دورات كتير قوي 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 او دوره هنا ودوره هنا ودوره هنا وكل واحد محاضر فلاني فلاني ودورات. الدورات دي كلها انا شايفها يعني ان في حاجات كتير قوي ما فيهاش استفاده. هي استفاده بس ان المدرب ده بيروح بيدفع وهو اصلا يعني بياخد 1500 جنيه ولا حاجه في نادي ولا في اكاديميه ولا بتاع هيروح يدفعهم في شهاده. فهل الدورات دي اسعارها دلوقتي وهل الدورات دي بتفيد ولا لا؟ الحاجات دي كلها مهمه جدا. ومين هو يا كابتن اللي بيقدم جوه الدوره بيحاضر الناس؟ تمام. دي مهمه قوي. احنا شفنا حضرتك الاعلان بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم عن الدورات المقدمه للمدربين والمغالاه الغير مبرره للاسعار المخصصه للاشتراك في الدورات. انت عايز تجيب مدرب عشان تاهله لازم انت اللي توفر له الادوات اللي تساعده على القيام بعمله على الوجه الاكمل. يعني احنا مثلا في الدوره بتاعتنا عندنا الدكتوره ياسمين حسن دي متخصصه في اصابات والتغذيه. عندنا الحكم الدولي الكابتن ناصر عباس طبعاً عشان عندنا احنا بنشوف ايه المشاكل اللي بتواجه المدربين دلوقتي وبنتحاول نتعامل عليها. عندنا الكابتن ابراهيم رياض بيتكلم على محتوى غير ان هو بيأدي تمرين او الراجل المدرب بيشتغل ازاي. لا حدد نقاط ضعف الحراس عندنا في مصر وبيشتغل على طيب تطوير ومعالجه كده. حد مش معانا ودخله اسلام زكي. اهلا وسهلا بيك اسلام. اهلا وسهلا. الو اسلام زكي. يا اسلام يا نستأذنك بس نوطي التلفزيون يا اسلام ونسمع بقى من التليفون. الموضوع ده قديم قوي يا جماعه بتاع وطي التلفزيون ده. اسلام صباح الخير. قول لي صباح الخير. مساء الخير استاذ حاتم. مساء النور. انت كيف سامعني؟ سامعني يا اسلام؟ كده سامع حضرتك يا فندم. ان صباح الخير بقى احنا خلاص دخلنا في اليوم الثاني يا اسلام. صباح الخير اولا وبمسي على ضيوفك الكرام ويعني وبحيي حضرتك طبعا على اختياراتك المهمه دي الناجحه دايما واللي كمان عودتنا عليها طبعا يعني حبيبي يا اسلام. حبيبي انت منين يا اسلام؟ من حلوان. حلوان طبعا حبيبنا. ازيك يا اسلام عامل ايه؟ الله يخلي حضرتك. اهلا بيك. طب ارحب بيك طبعا في المداخله الجميله دي واكيد حلوان كلها قاعده دلوقتي مطلعه التلفزيون وقاعده تتفرج علينا كلنا. الله يخلي حضرتك. انا بس يعني في البدايه طبعا بعد ما شفت الوجوه يعني حضرتك كابتن محمود سالم غني عن التعريف استاذ محمد الهواري يعني احنا ما سمعنا عنه انا يمكن ما التقيتش بيه خالص. تمام. بس سمعنا عن حزب حماة وطن بجديه الفتره اللي فاتت دي كلها
وكان ليا بعض الاستفسارات صغيره. اتفضل لو سمحت لي. يعني اتفضل. يعني احنا سمعنا الفتره اللي فاتت ان حزب حماة الوطن ابتدى يتردد بشده جدا في حلوان الفتره اللي فاتت. تمام. وبلاقي مردود كتير جدا، ولكن انا عايز اعرف هل في حاجه هتمس المواطن الفتره القادمه ولا لا؟ كويس، برافو يعني عليك. اول نبي برافو عليك في السؤال ده، اقسم بالله برافو عليك. تمام. يعني انا نفسي ان في حاجه تمس المواطن نفسه، اهل حلوان يحسوا بيها يعني. تمام. يعني ماشي، ده سؤال. ايه تاني؟ ماشي. الو. ايوه معاك، سامعك. ايه كمان يا اسلام؟ اسلام وطي التلفزيون ونبي اسلام، مش لازم حد يسمعك من التلفزيون دلوقتي، وطي التلفزيون. لا انا موطي التلفزيون، انا بره خالص. طب قول لي ايه السؤال التاني. تمام. حضرتك سامعني كده؟ ايوه سامعك والله. قول. كابتن محمود سالم برضو يعني من الوجوه الرياضيه المعروفه جدا في حلوان والموجوده والمعروف جدا طبعا على الوسط الرياضي، وكان تمام. كابتن مولانا العرب. تمام. ويعني برضو الفعاليات الرياضيه اللي تمت في حلوان، ويعني برضو احنا عايزين نعرف هل في برضو فعاليات رياضيه هتتم عن طريق حزب حماة الوطن؟ لسه والله بنتكلم فيها دلوقتي. هو فعلا في فعاليه هيعلنوا حتى على التاريخ بتاعها دلوقتي وهيتكلموا فيها، دي جزء رياضي. ايه كمان بالنسبه للجانب السياسي؟ حضرتك دلوقتي حالا احنا كل الاحزاب السياسيه الموجوده على الارض الواقع كلها يعني بيتردد فعاليات وبيتردد، وابتدينا زي ما قلت لحضرتك في البدايه بنسمع عن محمد بيه الهواري، بنسمع عن قيادات حزبيه معروفه، بنسمع. فهمت قصدك. ولكن في نفس الوقت انا يعني انا عايز المواطن او اهل حلوان او يحس ان هو يعني في حاجه بتمسه شخصيا. تمام يا اسلام، وصلت الرساله. وكده الثلاث اسئله بتوعك انا كده فهمت انت عايز تقول ايه. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا على دخولك وعلى كلامك المحترم. وطبعا المهندس محمد طبعا عمال يأيد عشان هيرد على كل الاسئله بتاعتك يعني. ماشي، اتفضل يا كابتن محمود. انا اسف جدا كان المداخله معانا. فكان عندنا الفعاليه بتاع الاتحاد العربي للاكاديميات بتاع تنظيم الدوره بتاع حراس المرمى، وطبعا يعني المهندس محمد ما بيتاخرش علينا في اي حاجه. تمام. طيب لما كويس. لما جينا نعرض ان احنا نقول كده، فهو طبعا عنده شيخات كتيره في حلوان، والشيخات دي كلها ليها انديه بتاعتها، انديه كلها شعبيه. الانديه يعني يمكن بتعاني كلها من الظروف الماليه الصعبه جدا. دي هسالك فيها سؤال مهم جدا، بس اروح للمهندس محمد وهاجي لك بقى في النقطه دي، لان خد بالك تاريخ حلوان هو اللي بيجبرني اسالك السؤال ده، وان احنا ماليين الدوري المصري واللي بره مصر من حلوان من زمن الزمن، وللاسف الشديد هقول لك بعد الكلام اللي هقوله مهندس محمد. استاذ محمد ده طبعا هو الكلام ده ما بينطبقش على حزب حماه الوطن في حلوان بس، ولكن هينطبق على الحزب في كل مكان في مصر. تمام. كل مكان قرار، عشان ما يبقاش الكلام احنا الناس واخدينه على ان احنا بنظبط حلوان بس او بنظبط الامانه بتاعتها. طبعا كل امانه بتحاول انها تتحدى الامانه الثانيه او المكان الثاني. مش تنافس، هو التنافس يعني. مش تنافس يعني، هو دايما بيبقى كل واحد بيتقلد بمنصب في مكانه، بيحاول يسعى ان هو يبقى للافضل، مش علشان شخصه، لا علشان يفيد البلد اللي هو طالع منها. بالك برضه كشخصه مهم جدا، لان كل شخص بيشتغل في المكان اللي هو فيه بحكم اولا تربيته الخاصه اللي اتربى بيها. طبعا خدت بالك ازاي؟ الحته الدينيه بينه وبين ربنا، بيراعي ربنا في كل حاجه بيعملها، سواء مع بيته او سواء مع المكان اللي بيشتغل فيه. لانك حضرتك المكان ده مكان خدمي، مكان اكيد تطوعي، فالكلمه دي بقت صعبه شويه قوي، التطوعي والخدمي ده، انه حتى بيحاول يستفيد من الحته اللي هو فيها ماديا بطريقه او باخرى. ولكن حضرتك طالما تطوعت في الحته دي او في الجزئيه دي، هتقابل اكيد في سلبيات كتير او مشاكل كتير هتقابلك. طبعا، وقابلنا بالفعل بالظبط كده. فدلوقتي حتى من كلام اسلامي اللي بيقول لك انه الموضوع ايه اللي هيمسني انا كمواطن مصري، انا هجاوب على اسئله استاذ اسلام. انا بشكره طبعا على المداخله دي، ولكن انا عايز اقول له حاجه. يعني هو اجابه السؤال كانت عنده، السؤال الاولاني هو يمكن جاوب على السؤال قبل ما يقوله. هو بيقول الحزب هيبقى دوره ايه في الارض للمواطن، ويختلق ايه للمواطن الفتره الجايه في حلوان. هو لو الحزب حماة الوطن ما كانش ليه خلفيه قويه وليه دور قوي في الشارع وحقق شخصيه اجتماعيه مع الناس في الشارع، ما كانش استاذ اسلام سمع عن حزب حماة الوطن وتردد قدامه الاسم. رغم ذلك هو قال انا ما قابلتهوش وما جاليش حتى زياره جوه المقر عشان نتشرف بيه. احنا يعني
فاتحين المقر الحلوان كلها، يعني عايزين الناس كلها تجيلنا والناس كلها تشرفنا ونقدر على قدر المستطاع نزال كل الامور لو قدرنا. انت عارف ان المواطن المصري لما بيتكلم يقول لك انتم سامعين كويس ووصلتوا لكل الناس كويس جدا، ولكن دايما دايما المواطن المصري البسيط بيقول لك انا هستفيد ايه؟ ودي مشكله برضو سلاح ذو حدين، لانه لو كل واحد فينا دور على استفادته الشخصيه احنا مش حد فينا هيستفيد بحاجه كلنا. لكن دايما هو انا دايما سؤال، يعني السؤال ده من ساعه ما اشتغلت في المجال السياسي وانا السؤال ده دايما بيراودني يا كابتن محمود، هو انا هستفيد ايه من الحزب؟ هو الحزب هيعمل لي ايه؟ صح، هو الحزب هيسوي لي ايه؟ احنا عايزين يعني عشان بس لو المشاهدين مركزين معانا، احنا عايزين السؤال ده انا شايفه مش سؤال اصلا يعني. يعني انا النهارده لما حضرتك تيجي تقول لي انا هستفيد من الحزب ايه، لا ما هو انا اللي جاي لحضرتك، انا بتكلم على الحزب اللي انا بنتمي ليه. النهارده انا بقول في حلوان يا جماعه، انا مش بقول لحضرتك تعالى اعمل عضويه عندي في الحزب علشان استفيد من حضرتك. لا، انا بقول لحضرتك في كيان محترم على الارض وجاي بكل شرف وامانه وبيقول لحضرتك انا موجود خدمه المجتمع. في خدمتك، خدمه المجتمع. احنا الحمد لله من ساعه ما عملنا افتتاح للمقر واحنا يعني لسه ما كملناش كمان كويس فكرتيني عشان هيعرضوا لك الفيديو، ما كملناش سنه من ده والحمد لله احنا على قدم وساق في الدور الخدمي في حلوان، ويمكن احنا دلوقتي بنسجل عدد كبير من عضوياتنا الغير يعني ايه الغير مضغوط فيها. يعني انا النهارده في فرق لما انا بنزل واقول واكلف واعمل عضويات، فرق لما بلاقي وجوه بتخش عايزه تعرف الحزب ايه وخلفياته السياسيه ايه ومين بيقود الحزب على مستوى الجمهوريه، ومين بيقوده في القاهره، ومين بيقوده في حلوان، ومين امناء شيخاتهم على مستوى حلوان، ويبدا يتقدم للاشتراك في الحزب، لان هو دخل ولمس الحزب من ارض الواقع، شاف مشكله اتحلت له وشاف مشكله لجاره حلها له. ولكن احنا مش مغطيين اللوكيشن كله بنسبه 100% بتاع حلوان، ولكن ده خارج عن ارادتنا احنا، لان حضرتك عارف حلوان كبيره وتتمتع بعدد سكان كبير جدا. فعشان اقدر في مداخله معانا برضو من حلوان. ايه يا جماعه كلهم حلوان؟ الناس اللي قاعده بره عشان بقى طبعا الضيف من حلوان معانا محمد شباره من حلوان. الو الو صباح الو صباح الخير. صباح الفل. ايوه كده الناس اللي مركزه معانا دي. اهلا وسهلا حاتم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا محمد، دايما زي متالق وصاحب طله جميله ودايما يعني بتفاجئنا ببرامج جميله احنا بنستمتع بيها. حبيبي ربنا يخليك، بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام المهندس. اهلا وسهلا واري والكابتن محمود سالم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. تحياتي لفريق الاعداد والقائمين على العمل بالقناه، واحنا من زمان نفسنا نشوف حاجات كويسه زي دي تنهض البلد وتساعد البلد، وايد لوحدها ما بتسقفش. تمام، لو كل واحد في المجتمع عارف دوره ايه صدقني البلد دي هتبقى قد الدنيا. فانا برحب بضيوفك الكرام، وكان ليا سؤالين لو وقت حضرتك. اتفضل اتفضل اتفضل. المقدمه بتاعتك دي خدتني شويه فانا ما لحقتش اصلا ارحب بيك، فانت المداخله دي ما شاء الله يعني اتفضل. لا يا فندم، بعد ما عندكم. هو حضرتك انا سؤالي الاول في الشق السياسي وموجه للمهندس محمد الهواري. اتفضل. طبعا حماة الوطن ماشي بخطى ثابته، احنا بنسمع عنه كتير ويعني شبه متابعين الفعاليات اللي هو بيعملها، لكن احنا المرحله اللي جايه دي احنا في حاجات كتير جدا ناقصه حلوان وبتفتقدها حلوان، بنيه اساسيه وبعض جائلين وخلاف. برافو عليك. يعني احنا عندنا شارع رئيسي في مدخل حلوان، شارع الكورنيش حضرتك. صح ده صح. تقريبا اكتر من 20 سنه ما تمش رفعه. صح، برافو. فاحنا الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا جدا، رغم ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير العشوائيات، لكن احنا ما صدناش من الموضوع ده حاجه. لم يتم تطوير شيء في حلوان. تمام، ده سؤالي للمهندس محمد الهواري، هل الفتره اللي جايه يقدر الحزب من خلال حضرته والقياده اللي عند حضرته ان هم يكونوا سند لاهالي حلوان، ونلاقي منظر حضاري كويس يخدم الادميه والانسانيه؟ حلو قوي، حلو قوي الكلمه اللي انت قلتها دي، يعني مشجعك اللي هي سند دي، حلو قوي الكلمه دي. يعني احنا مش محتاجين غير الحاجات اللي تلمس المواطن والموضوع. برافو عليك. موضوع الكورنيش ده يا فندم، يعني احنا حلوان تعدادها 3 مليون مواطن. ده غير الزائرين، والشارع ده شارع رئيسي اكبر من قطر وواجب رصفه. احنا اكتر من 20 سنه لم يتم رصف الكورنيش وفي معاناه غير طبيعيه. تمام، ده السؤال خلاص عرفناه للاستاذ. بخلاف المرور واتجاه عكس السير، ويعني في مشاكل عده، لكن احنا نتكلم في اساسيات. الناس الكاتك اللي عند المترو دي
نعم يا فندم. والتكاتك اللي موجوده في في في, في انا لسه جاي لحضرتك. التكاتك دي حاجه يعني انا معلش يعني هقول كلمه ممكن تكون يعني معلش لا قول والنبي يعني قول. انا بحس ان التوك توك هيخرج من وداني وانا ماشي. بعين الهند احنا بعين يعني الهند يا فندم. محطه المترو في حلوان وشارع منصور يعني حلوان دي احنا بنبص لها بصه كبيره جدا. طيب. ده الجزء الخاص طبعا الاستاذ محمد النهارده خط. عنده جزء كبير قوي هيحل ايه ولا ايه النهارده يعني احنا ما صدقنا نلاقي بسيط امل وفي حد بيشتغل بجد على ارض الواقع ولمتين دوت في حاجات كتير عن السمع احنا يعني تمام. عن السمع وفي حاجه انا شفتها بالصدفه كانت تقريبا دوري البراعم بتاع الاكاديميات تمام. كان في تقريبا زياره لدار المسلمين واكتر من فعاليه يعني الواحد كان بيتابعها على استحياء من بعيد لكن احنا محتاجين اكتر من كده تمام. محتاجين شغل يخدم على المدى البعيد. طب الكابتن محمود سالم في حاجه ليه؟ الكابتن محمود سالم انا بوجه له التحيه طبعا ده اهلا وسهلا اهلا وسهلا سفير النوايا الحسنه وانا اعرف عنه كتير تمام لكن انا برضو ليا طلب عنده في الشرطه الرياضي اتفضل واتمنى ان هو يحققه وبرضو نمشي بخطوات جديه فيه اتفضل. انا محتاج من حضرتك كابتن مصر ان حضرتك تفعل لنا دوري المدارس. دوري المدارس ده هياخدنا في حته ثانيه وهيمنع عننا حاجات كتير ومشاكل كتير من المخدرات هنلاقي وقت فراغ للشباب يحطوا الكلام دوت فيه. المجهود الجبار اللي عند الشباب دوت لازم نوظفه في مكان صح تمام. تحياتي لحضراتكم وشكرا. طب قبل ما اقفل بقى عايز اسالك سؤال سؤال اتفضل يعني. يا فندم هو أمر. انت عضو في اي احزاب يعني انت عضو في حد في الحزب؟ لا انا لا ده انت لازم تيجي. لا ده لازم يجي. بقول لك ايه الحزب ده جامد قوي. لكن يعني انا الموضوع انا بحب لا انت دماغك كويسه جدا وتفكر كويس جدا. بحب مصر وبحب حلوان بالاخص وطبعا انا تواجدت بره مصر فتره كبيره جدا تمام. وكان نفسي اللي شفته بره من نظام وهيكله وبنيه تحتيه نفسي اتحقق على ارض الواقع في حلوان. هستناك ان شاء الله باذن الله. حلوان هستناك باذن الله كده وبعد كده الدايره وتبقى مصر كلها. لا انت تروح تقعد في حزب حمايه وطن وتقعد مع الباشمهندس وتتكلم على الافكار دي كويس جدا جدا طبعا وتشترك معاهم في الحزب ده لان انت دماغك حلوه يعني. بشكرك شكرا جزيلا محمد شبارة من حلوان. كلام كويس جدا وطبعا انت النهارده مليت اسئله مش عارف اعمل ايه. ده انت من اول يوم جاي لك مخصوص. لا ان شاء الله يعني يعني الاسئله كلها ليها اجابات. احنا بس اكمل انا عايز اكمل اسئله استاذ اسلام عشان ما يقولش ان احنا تجاهلنا اسئلته بس اتفضل. هو كان بيتكلم في دور الحزب وانا قلت ان هو من البدايه سمع عن الحزب وسمع عن قيادته وسمع عن دور الخدمي في الارض. ده دليل قوي ورد قوي على سؤاله ان هو احنا موجودين بالفعل تمام. مش موجودين بنسبه 100% مش علشان احنا ما بنشتغلش صح. ده طبعا بنعرض الفيديو لحضرتك اللي افتتح المقر الخاص بيكم في دي ذكرى جميله جدا بالنسبه لي. احنا اليوم ده كان يعني احنا كنا معزمين عدد كده مش كبير قوي ولكن بس كويس المساحه دي كويس ان احنا لا ده احنا كان في بره السرادق ده واحد تاني بره في الشارع كويس. والشوارع مقفوله الحمد لله بفضل ربنا علينا وحب الناس لينا وثقه الناس احنا يعني بنتمتع بده الحمد لله وربنا يا رب نكون عند حسن ظن الناس لان الناس فعلا تعبانه ومحتاجه اللي يقف جنبها ومحتاجه اللي عنده مصداقيه وشفافيه للامور. ما ينفعش النهارده اقعد اتكلم مع حضرتك يمكن انا كل اجتماعاتي مع الناس وكل ندواتي مع الناس ان احنا عايزين نتكلم مع بعض منتشر فيه ده على فكره ده والله العظيم انا محتاج ده يعني انا محتاج عندنا ده انك عندنا لمسه مصداقيه شويه مش عايزين انا مش نازل الشارع ونازل للناس عشان اقول انا محتاج ايه وعايز حضرتك امتى قد ما انا بقول لحضرتك انا النهارده انا مش بصدد حاجه يعني انا مش بصدد اي استحقاقات مش بصدد حاجه فانا نازل للشارع من قبل بقالي ما يقارب من عام جوه امانه حلوان وما كناش بصدد حاجه واحنا ساعيين كل السعي علشان نقدر نوصل للمواطن ونحقق احتياجاته بجد على قدر المستطاع. عندنا قياداتنا بتدعمنا بده وبتدفعنا بده. احنا يمكن اخش على اسئله الاستاذ محمد شبارة اللي هو كان سال حلوان والشارع الرئيسي بتاع حلوان ومداخل حلوان والتوك توك. طبعا احنا مش ضد ولا بنرفض التوك توك والقائمين على المجال ده لان احنا شايفينه ان هو ده عمل والناس بتلقى رزق من وراه ولكن انا بكلم كل الناس المسؤولين عن ده وكل القادة في حلوان والنواب الناس تشتغل على ده بس بشكل اكاديمي شويه. يعني احنا مش عايزين نقول للناس يا جماعه انتوا
يعني شيلوا التوك توك وودوه في حته تانية او ارموه او تجاهلوا الناس دي او لا، الموضوع مش كده خالص. احنا عايزين الموضوع يبقى بشكل مقنن. يعني انا التوك توك ما لقاهوش في كل حته، ما لقاهوش في كل اتجاه، الاقيه في اماكن معينه، بيخدم اريا معينه، بيخدم بشكل معين جوه حلوان علشان انا كمواطن استفيد منه وهو يقدر يستفيد من الكارير بتاعه. لكن انا ما بقولش ان انا، يمكن احنا كنا قعدنا قبل كده مع بعض من رؤساء الاحياء في حلوان وعرضنا خطه للخط المشكله دي وخد كود الدراسه، بس حضرتك عارف ان الموضوع ما بيبقاش مقتصر عند مسؤول بعينه، ولكن الموضوع بيبقى فيه بعض المسؤولين برضو في بعض الجهات وبيبقى ليهم دور في التكاتف في الوضع ده، ولكن احنا بنسعى لده وان شاء الله الفتره الجايه يبقى لها حل باذن الله. تمام. عايزين نتقبل حاجه تانية برضو بعد كلامك ده، انه اتجاه كل الوقت للرياضه والدوره اللي عايزين نقول نتكلم على الدوره بشكل كويس وهتقام امتى، تاريخها امتى، وليه كمان دخلتوا في سكه دعم الرياضه بشكل كبير وكمان يبقى راعي كمان للدوره الرياضيه للمدربين، ودي حاجه طبعا تشكروا عليها بشكل كبير. يعني والله هو احنا مش دخلنا في دور الرياضه من خلال الدوره دي، بس احنا من بدايه الرياضه طبعا ما حدش يقدر يغفل عنها. تمام. لان دي حاجه، دي اهم حاجه موجوده على الارض. تمام. واحنا من البدايه حتى كان نتكلم الاستاذ محمد في المداخله وقال ان احنا عملنا في البدايه دوري، يعني احنا خرجنا بره الصندوق. احنا كل الناس بتعمل دوري بتجيب فرق من انديه او فرق من مناطق وتبدا. صح. تعمل دوري كوره وتبدا تدي جوائز وتعمل الشكل او الشو الاعلامي. احنا خدنا الموضوع في حته تانية خالص وخدنا عملنا حاجه اسمها دوري الاكاديميات من خلال امان شؤون الرياضيه وجمعنا من بعض الاكاديميات في حلوان، وحضرتك تعلم جيدا ان حلوان تتمتع بعدد كبير من الاكاديميات. بالظبط. وخدنا الفرق من كل فرقه من كل اكاديميه وعملنا دوري محترم علشان، وجبنا قامات كبيره من كويس جدا من الرياضيين والمعروفين على المستوى الرياضي، وكانوا قاعدين معانا على المنصه. قلنا يعني نستفيد من الموضوع من الناحيتين، الطفل ده يتشاف من بعض الكوادر الرياضيه دي، ربما يكون ليه فرصه في المستقبل. طبعا كله عند ربنا، ما حدش يعلم الغيب ايه، ونبقى خلقنا فرصه ليهم وفي نفس الوقت نبقى احنا بندي بوش للطفل ده. هو النهارده شايف الناس في التلفزيون وشايف لعيبه كبار وشايف دوري بيحصل، وهو شايف نفسه على الارض مش متشاف، لكن لما انا اصدر له فكره ان انت موجود وان انت حاجه كبيره وانا شايف ان انت حاجه كبيره، لا ده انا بدي له بوش وبدعمه للافضل. هي دي الفكره بقى اللي انا كنت اتكلم فيها خالص لما سالت حضرتك في الاول في البدايه خالص عن انه اختيار المناصب او الشخصيات اللي تبقى قاعده في المناصب لازم تكون فاهمه، متعلمه، مدركه هي بتخاطب مين. مش ان نجيب واحد بس مجرد ان هو حتى محبوب بين الناس، ولكن ثقافيا هو مش مثقف، هيفيد الناس ازاي؟ فاللي انت بتتكلم فيه دوت والطلاقه والشكل كبير بشكل ايجابي على ارض الواقع، لا انتوا الجاذبيه بتاعتكم هتبقى مش محدوده، هتبقى غير محدوده، كبيره جدا جدا بشكل كبير. يعني ربنا كده يعني ان شاء الله باذن الله. احنا كمان يعني هو احنا بنشوف الموضوع على قد ما انا ما بحاولش اصدر فعاليه على الارض باسم الحزب ويكون ليها جدوى على الارض، على قد ما انا بشوفها هي حجمها مفيد قد ايه للمواطن. برافو عليك. ما احنا كده كده يا جماعه، احنا كده كده هنشتغل وكده كده هنعمل فعاليات يا كابتن محمود، وكده كده بنقوم بدورنا، ولكن طب ليه انا ما استغلش ان انا اقدر اعمل ده وبشكل حرفي، وطالما انا عندي الباع لده طب ما انا انفذه، بس باستفاده بقى للمواطن عشان المواطن يبقى حس بالموضوع. فاحنا حتى لما الكابتن عرض عليا ودردش معايا بالصدفه في موضوع الدور بتاع حراس المرمى ده، انا خدت الفكره وقلت له يا كابتن طب احنا عايزين نقدر نفيد حلوان ازاي في الموضوع ده، نقدر نفيد حلوان ازاي؟ قال لي لا احنا نقدر نشوف نخاطب كل الانديه ومراكز الشباب في حلوان وهم يرشحوا لنا حراس مرمى كويسه ويجتازوا الدوره دي. وانا قلت له خلاص احنا الحزب في حلوان هيتكفل بالتكلفه الماليه الخاصه بالموضوع ده. وبناء عليه فعلا الكابتن محمود خد اجراءات وتم التنفيذ وخاطبنا الناس وخدنا تقريبا 7 نوادي ومراكز شباب. كويس. خدنا مدربين حراس مرمى عشان يجتازوا الدوره ويحصلوا على شهاده يقدر تفيده بعد كده، يبقى لاسمه وفي السي في بتاعه ويقدر يستفيد منها بره مصر وداخل مصر. حلوه جدا كده الفكره دي يا كابتن محمود. انتوا قلت لي طبعا كابتن ابراهيم رياض متواجد بشكل كبير، وطبعا ده شيخ كبير جدا جدا رياضيا، قامه كبيره في الرياضه المصريه بشكل كبير. المكان اللي هيكون فيه الدوره وتاريخ الدوره هيكون امتى؟ هي الدوره ان شاء الله هتبدا يوم 10/9. لسه في فتح مجال للناس تشترك؟ للاسف احنا
يعني عشان يبقى في تركيز في الدوره لازم بيبقى العدد مناسب عشان الاولاد يقدروا يستفادوا كمدربين. كويس. الدوره هتقام في نادي التاكسي الطائر في مصر الجديده في الماظه. ملاعب اتعملت القوات المسلحه عاملاها على اعلى مستوى وقاعات محاضرات على اعلى مستوى. الناس رحبوا بينا في اقامه الدوره هناك. الدورة هتبدا من يوم 10 لمده 3 ايام 10 و11 و12 هيبقى فيها جزء عملي في الملعب وجزء نظري. جزء العملي كله هيبقى مسؤول عنه كابتن ابراهيم رياض. تمام. اللي هو تعديل الاخطاء بتاع حراس المرمى المشهوره اللي من دول اللي احنا كنا بنعاني منها. زائد رفع وتطوير كفاءه حارس المرمى. طب تمام كويس. كلمة أخيرة في نص دقيقة كده. اتفضل لو حضرتك عايز تكلم أي حاجة في نص دقيقة كده كلمة أخيرة. لا هو أنا بس يعني دايما بأكد على بناشة كل رجال الأعمال وكل السياسيين وكل الأحزاب في مصر إن هي تشتغل على قدم وساق للناس. الناس محتاجانا ننزل بجد، الناس محتاجانا نتعامل بجد، الناس محتاجة اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. مش شرط يبقى ليها هدف من ده، ولكن انا لو ما خدتش من حضرتك استفاده فانا هاجر من عند الله. فاحنا مش عايزين اكتر من كده، وربنا يوفقنا للي ما شاء الله الصالح ان شاء الله. كابتن محمود كلمه اخيره. انا بناشد كل اولياء الامور ما يجروش وراء احلام صعب تحقيقها. شوف امكانيات ابنك ايه، هل هو النهارده عنده القدره. هو كلنا عندنا الرغبه، لكن مين اللي عنده القدره بالنسبه لكره القدم؟ ابعد ابنك عن التليفون والامراض المنتشره دلوقتي، سواء كانت امراض نفسيه بسبب التوحد. صح. والبعد عن. صح. الرياضه. صح. خلي ابنك يمارس الرياضه اللي بيحبها مش اللي انت بتحبها. ان شاء الله نشوف شباب وجيل واعي، جيل فعال في الفتره اللي جايه. وانا عارف ان حضرتك بتناقش القضايا دي كتير، يا ريت تستمر على نفس المستوى ونفس الضرب يعني. ومحدش بيزعل من البلد عايز يصلح. فخامة الرئيس متابع كل الكلام ده. تمام. وعنده القدرات ان شاء الله ان هو يرفع كفاءة الشباب المصري زي ما انا طبعا بشكركم شكرا جزيلا. وقبل بشكر طبعا ضيوف الاعزاء، عايز اقول انه بس هو كل واحد في مصر سواء ماسك منصب او غير منصب يبقى عنده ضمير بجد والله العظيم. احنا كلنا محتاجين نشتغل بضمير، كلنا في كل مكان نشتغل بضمير. لو كل واحد فعلا اشتغل بضمير من فوق لتحت كل الاتجاهات في مصر، الموضوع هيختلف كتير جدا جدا. لان كل واحد فينا عنده افكار وعنده اختراعات وعنده حاجات كتير جواه وعنده طاقه عايز يطلعها، ولكن بيصطدم بالواقع للاسف الشديد، والواقع صعب جدا. طبعا انا بشكر ضيوف المحترمين جدا جدا اللي شرفوني النهارده، مهندس محمد الهواري طبعا الامين العام لحزب حمايه الوطن امانه حلوان، بشكرك شكرا جزيلا على حضورك النهارده. بشكر طبعا كابتن محمود سالم الخبره الكبيره في المجال الرياضي، لاعب نادي المقاولين العرب، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر طبعا فريق الاعداد الجامد جدا جدا اللي واقف في الكنترول من اصغر حد لاكبر حد، كلكم على راسي من فوق انه ظهرتونا بشكل كويس وشكل محترم. شكرا ليكم، شكرا لقناه الصحه وجمال، ودايما ان شاء الله اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.